السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. واخيرا وصلت، تجمعت اختي مع وليداتي. توحشتهم توحشهم حتى هما مساكن توحشوني. يعني ساعه هو راه حسنت ليه في المغرب، وجاوا اختي السنينات تبارك الله ما شاء الله، ولا عنده الشعور من هنا كثير ومن هنا خفيف. وقال لي با عرفتي شاد ديري الكوثر، سيري حسني ليه. ايوا نتوما حسنت ليه انت اختي الكويبا الكويبا الكويبا. المهم الكويدات، انا عاد وصلت البارح. اش نقول لكم؟ صباحه حاشاكم كل كلبه، كتاف ما كاينش، اللحم هاد والله ما كنقدرت نعلي يدي، اللحم كلها مقرده، الباليزات هما باقيين محطوطين. تكرخص تعذب، اقسم بالله العلي العظيم. يعني السفر مع الدراري بالخصوص اللي كيكونوا بيبي وكيكون عندك الباجاج، وكان غير ما عنديش الباجاج ما غاديش نتكرفص، يعني ما غاديش نتعذب ما حتى شي حاجه. ملي كنت غاده ما تعذبت ما تكرفصت ما حتى شي حاجه. مشيت مع ترونزافيا في الاول، ملي كنت غاده من هنا مشيت مع ترونزافيا. دونك نتوما عارفين ترونزافيا هنايا، حيت انا اول مره، هذه ثاني مره اختكم تركب الطياره، كنلقاو الباب ديال الطياره يعني كيلاصقوها، ما كتطلعي لا في الدروج ما كتمشي ما حتى شي حاجه، البوسيت يعني كتحطيها ليهم في الباب. بعداك اول حاجه، اول حاجه السؤال اللي ما كتجاوبت عليه هذه شهرين ملي مشيت للمغرب، كوثر شنو طلبوا لك في لي بابي؟ ملي كنت غاده من هنا البنات ديت معايا الحاله المدنيه، ديت اوتوريزاسيون ديال عبد الرحيم، وخاصنا فيها غير هو وانا. ملي مشينا لاميريك قال لك راه ما كيطلبوهاش، وهكاك وكتبها عبد الرحيم ديتها معايا. ديت لا كارت سيجور ديالو مصوره، يعني لي دوفاس، ديت لاك دونيسونس، ديت كارني دو سونتي، وديت الحاله المدنيه كما قلت لكم، حيت بزاف البنات كنت في تيك توك قالوا لي كوثر كيطلبوا حتى الحاله المدنيه، يعني ديها سكون. ديت هادشي كامل ملي كنت غاده، ما طلبوا لي حتى شي حاجه، الباسبور والورقه اللي عطاوني في لا بريفيكتور كتسمى كارت دو سيركيلاسيون، البابي اللي ولا كبير، ما بقاتش لا كارت صغيره. هادشي اللي طلبوا لي، ما طلبوا حتى شي حاجه البنات. عاوتاني في الروتور بعداك ملي مشيت كما قلت لكم، كتحطي ليهم لا بوسيت يعني في الباب، وكتدخلي للطياره. ترونزافيا يعني كيلاصقوا لك هنايا في اورلي، الطياره يعني كتكون ملاصقه، يعني كتخرجي غير من هنا وكتطلعي للطياره، ما كتركبي لا دروج لا حتى شي حاجه. وصلت الحمد لله، ما تعذبت ما تكرفصت ما حتى شي حاجه. كان مزابي هو اللي دخل معايا المطار، دفع الباجاج، يعني كل شيء بخير، ما تعذبش في الفلاني. في الروتور كافيسه، اقسم بالله في الروتور رجعت مع رويال الماروك، الخطوط الملكيه المغربيه هي اللي رجعت معاهم. شنو وقع بعداك في ترونزافيا؟ اقسم بالله يعني كيتساعدوا. كان عندي انا 23، كانت عندي 25 كيلو و10 كيلو في يدي و10 كيلو ديال يانيس. بالنسبه للتقطع، يانيس كيقطع غير واحد لا سيرونس كدير 30 الاورو، يعني ما كتكونش عنده بلاصه، حتى كيديروا الوليدات لي بابي حتى كيديروا العمايل، مي واحد لا سيرونس كتقطعها، وداك لا سيرونس كيعطيوك معاها 10 الكيلو. يعني كان عندي انا 25 كيلو هذا في الروتور، ويانيس كانت عنده 10 كيلو انا 10 كيلو. دونك ملي جينا ندفعوا الباجاج، هو الا جيتي تشوف ملي كتكون عندك الباجاج، يعني داك 25 كيلو كدوز لتحت مع الباجاج، وداك 10 كيلو ديال يدك خاصك تطلع معاك للطياره. هما شافوني بالبيبي، دوزوا لي ال10 كيلو ديالي وال10 كيلو ديالو. عليها قلت لكم ملي كنت غاده في لالي، ما تعذبت ما حتى شي حاجه، يعني دوزوهم. في الروتور كتعرفوا بان في المطار محمد الخامس، عليها قلت لكم البارح تعذبت ما صورت لكم حتى شي حاجه، قسما بالله حالتي. ما كيخليوش اصلا في الباب المطار، كيحبسوا الناس الدخول، ماشي بحال اورلي هنايا كيدخلوا الناس في الباب ديال المطار، يعني كيحبسوا الناس الدخول. دونك عندي ثلاثه ديال البالز، عندي 23 كيلو وفي 10 كيلو في 10 كيلو. ترونزافيا كانت 25 كيلو في الروتور هنايا، مع قلت لكم مع رويال كانت عندي 23 كيلو، 10 كيلو ديالي و10 كيلو ديال يانيس. بغير باش تدخلي من الباب بعداك البوسيت البيبي، وعند كيشاريو فيه ثلاثه ديال البالز، مشى معايا شيخ بين عبد الرحيم مسكين، طلبت واحد البوليسي شافني معذبه هكاك، قال لي يقدر يطلع معاك غير حتى للفوق، راه ممنوع الدخول، ولكن في هاد لوكاز زعماك ديالك عندك البيبي وداكشي، غادي يطلع معاك غير حتى للفوق، غير تدوزي تدفعي غير الباكاج، يعني ما كاينش شكون يعاونك. هي هذيك مسكين طلع معايا، دفعت الباكاج ما بغاش، طلبت داك الدري قال لي جوج بالز غادي تطلعيهم معاك، وحده غادي تدفعها ديال 23 كيلو وديال 10 10. قلت له خويا الله يعطيك الصبر، ما عندي زعما كيفاش ندير مع البيبي، يعني
عندي الكروسه ما عندي كيفاش ندير ندفع 10 كيلو في هاد اليد و10 كيلو في هاد اليد والبوسيل. قال لي غادي تدوزي وحده وحده ضروري تطلعي معاك. غير زعما كنطلبوا يعني شوفوا هادو كما كنقولوا حنايا الكون يعني تفهموا شافوا البيبي يعني حتى داك ال10 كيلو ديال يانيس دوزوها ديالي وديال يانيس يعني دازت. هو يعني دوز ليا غير وحده وحده قال لي لا ضروري تطلعيها معاك ضروري. اوكي غادي ندير يا سيدي ربي الحبيب. كندفع الكروسه وجرى يانيس وجرى جرى البوسيت. المهم دوزنا الديوان وصلنا بعدا قبل ما نطبعوا الباسبور بلاص اللي كدوزي في السكانير قال لك طوي الكروسه ودخليها وتهزي يانيس بوحدو. والحاجه انا اللي ما عجبتنيش ما عرفت واش هذا عاد ولا يعني قبل ما كانوش كيحيدوا الناس الصبابط يعني قبل ما تدوزي السكانر كتحيدي حتى الصباط ديالك. انت لابسه بوت الصنداله اللي كنتي لابسه كتحطي حتى هو كيدوز في السكانر وكيشوفوا يعني مع البيبي يعني مكرفصه. قال لك طوي الكروسه ودوز بوحدها ويانيس هزيه ودخلي به السكانر ولي بوت ديالك تحيديهم. كي غادي ندير ومسافه يعني بين هنا باش دوزي لهاد السكانر والكرسي يعني بعيد وعندي الشنطه اللي فيها 10 كيلو والكروسه مطنيه عاد خاصني نحلها ويانيس كنحطو مسكين الناس يعني نقول لك يعني ماشي غادي حتى واحد ما كيلوم حتى واحد. الناس راه كل وحده عندهم موليداتهم كاينه اللي عنده باجاج جار يعني ما يقدوش الناس غادي يعاونوا صراحه. كنحط يانيس فوق الكروسه كنرجع نجيب الباليزه كنرجع نجيب الساك ديال يانيس كنرجع نجيب الكروسه وعاد خاصني نلبس لي بوت ديالي. المهم دزنا للديوان هذاك الشيء تسنينا جات هذا في كازا يعني طياره بعيده يعني بين هنا راه بعيده كيجي البيس كيديك طوبيس هكا كيجي كيديك. ملي جا الطوبيس داني وداك الشيء مع الكروسه صراحه واحد البنت مسكينه الله يعمر ليها دار يعني كتكس هز معايا الكروسه كتعرفوا الدريجات ديال الكارو داكشي هزات معايا حتى الباب ديال الطياره. طلبته قلت له خويا عافاك الله يعطيك السر ما عندي كيفاش الكروسه يعني 10 كيلو نطلعها معايا والساك الساك ديال يعني الثقيل كنت معمره مدكنه ما نكذبش عليكم يعني الحوايج اللي ما تسعوا لياش راه كنت كندكزهم في الساك ديال يانيس. طلبته الكروسه راه ضروري غادي يدوزوها لتحت والباليزه يعني باش نطلعها. رغبت داك الدري صراحه دوزها ليا دوزها مع الباكاج يعني ما طلعتهاش معايا الطياره كنا هادشي كنقول لكم في الباب ديال الطياره ولكن من الديوانه حتى الباب ديال الطياره راه جيت جاره داك الباليزه 10 كيلو كامله مع البوسيط مع الساك ديال يانيس راه واحد تكفر قلت لكم اقسم بالله من هنا يديهاتي كلهم مقطعين ما عليناش يعني علاش كنعاود لكم يعني شي وحده تبغي تسافر مع وليدها ودي الباكاج كنقول لك اختي اشنو غادي يكون. وفي الروتور عاوتاني بالنسبه ليا نيس راه ما طلبوا ليا حتى شي حاجه جوست الباسبور ديالو والورقه ديال كتكون مكتوبه فيها كارت دو سيركيلاسيون صافي. ما كيطلبوا لا حاله مدنيه يعني بلا ما تديو مكارسين الحاله مدنيه وتديو بزاف ديال الورق راه ما كيطلبوا حتى شي حاجه من هذا الشيء هذا كامل من غير هذا الشيء اللي قلت لكم. يعني انا ملي نبدا كنبارطاجي واحد الحاجه الا كندوز انا منها ما نقدرش نبارطاجي حتى شي حاجه نقول لك اختي الله وعلم كيف ما البنات كانوا كيسولوني كنقول لهم الله اعلم ولكن واحد الحاجه دزت انا منها ما غاديش داكشي اللي كاين كنتو ما عارفين اختكم كونتار داكشي اللي كاين كتعاودوا ما عنديش مع التخبع وداكشي كامل. المهم في باب الطياره قلت لخويا ولكن ملي غادي ننزل حيت ملي مشيت لطرونزافيا حطوا لي الكروسه في الباب ملي بغيت ننزل يعني غير نزلت ما الدروج في طنجه غير نزلت ما الدروج ركبت يعني عاد دزت للديوانو. ملي هذا قلت له واش غادي نلقاها قال لي اه غادي تلقيها. ملي وصلنا لاورلي قلت له خويا البوسيت عافاك قال لي مشات مع الباكاج. قلت له خويا كيفاش غادي ندير انا الدري غادي نجرو قال لي اختي صيفطناها مع الباكاج يعني غتلقيها في الصمطه وانا يعني ما سحبليش كاينه داك الخباطه وانا من تما والله ما تحرك لهم ما سحبليش كاينه داك الخباطه ديال الطريق كامل عرفتي من تحطك للطياره باش دوزي للديوانة باش تخرجي لا صورتي قول لك واحد المشيه واحد طواله كتقعد تحت الغيران واحد طواله قد قداش كتافي طاحوا عليا ما نكذبش عليكم. الساك ديال يانيس وساكي انا ديال الكتف ويانيس راه يدي هذا والله العظيم كله مقطع عليا ما كنقدرش نطلقو. دزنا سير تمشى سير هبط طلع هبط طلع هبط طلع
فهذوك ديال الدروج ديال الالكتريك مهم. حتى دزنا للديوان، ملي دزنا للديوانه دزت للسنطه باش ناخذ الباكاج. قال لك الباكاج غادي يتعطل ب 20 دقيقه باش غادي يتعطل الباكاج، حيت الطياره يعني كانوا بزاف ديال الرحلات وصلوا داك الوقيته، يعني حنايا الباكاج غادي يتعطل 20 دقيقه. بقينا كنتسناو داك ال 20 دقيقه واقفه بالشارع ويانيس في يدي. هادي اللي تعذبت، يانيس في يدي واخا كنجلس، يعني يانيس دارني في يدي. جا الباكاج، ملي جا الباكاج هزيته وحط هزو وحط هزو، يانيس في يدي، يعني كنهز، يعني الناس اللي غادي يعاونك حتى هما مساكن راه كيهزوا في الباكاج ديالهم، هز حط. يعني السفر بالباكاج مع الوليدات راه تمارة كحلة، اقسم بالله العلي العظيم. من غير الا كان غادي معاك راجلك ولا خوك ولا اختك ولا شي وحده كتعرف فيها، يعني كيكون شويه د العيون باش بوحدك تجيري هذا الشيء هذا كامل، والله تتقطعي. وليت كنقطع ظهري كيقط قط قط هكاك بالعروقات ولابسه الكبوط حيت ما تسعليش بالباليزه، يعني جايه مكبطه. واخا كنصهد في المغرب قلت انا هاد الحوايج يعني غيبقاو ليا هنايا، اري لبس شي فوق شي بعداك باش ما انتم كتعرفوا، يعني الا كان زايد عندك كيلو راه ما كيغمض، ولكن جوج ثلاثه كيلو انتم عارفين يعني راه ما كيتحاتقوش فيهم. هي هذيك ملي بقيت كنتسنى الناس كلشي خرج 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 خرج، وانا باقي كنتسنى في البوسيت. مشيت لعندهم بقيت غير بوحدي، الناس كلشي خداو الباكاجات ديالهم ومشاو. عبد الرحيم شنو ولا كيقول هذه راه تلفات ولا راه ما جاتش ولا راه شي حاجه وقعت ليا. بقيت اكثر من ساعه ونص ديال الروطار وانا لداخل، بقيت كنتسنى في الكاروسه. يا عباد الله فينا هي هاد الكاروسه؟ الولد قتمي في يدي والباكاج شاريو، وانا نمشي. خليت الباكاج الساك ديالي ديال كتفي ثقيل، الساك ديالي يانيس ثقيل، ثلاثه ديال البايلز حطاهم في الشارع. مشيت لعندهم قال لك لا شوف، يعني ما كيفهموش الواحد. قال لك لا بلاصه اللي كينزلوا فيها لي بوسيت. وانا الولد هذاك شنو قال لي؟ قال لي غادي تلقيها مع الباكاج في السمطه. وكان قال لي اختي راك خاصك تمشي لبلاصه اخرى، انا غادي نمشي نسول ملي وصل الباكاج ولا نمشي نسول على البوسيت قبل الباكاج. قال لي لا راه ماشي في هاد السمطه، لقيت واحد الكاوري تما سولته قال لي لا خاصك تمشي للنيميرو 2 السمطه ديال النمره 2. ويلي باش تمشي من هنايا تتقلبي على النمره 2 ودور بداك الخباطه، سمحت في الساكيت فيه الوراق فيه الباسبور فيه كلشي، سمحت فيهم حيت عارفه صراحه كاين الامان، سمحت في كل شيء تما ومشيت خباطه كنقلب على الكروسه. عاد لقيت الكروسه حطيناها في بلاصه في السمطه وحده اخرى، عاد ركبت يعني وعاد رجعت جراه بالكروسه. ايوا من السمطه تتخرجي حتى لا سورتي يعني في البلاصه ديال الخروج، كنتفكرها راك كيوقفوا لي الدموع عيني قسما بالله، لا حنين لا رحيم. مشكلة انني بقيت بوحدي وعبد الرحيم والدراري كيتسناو برا. المشكل اللي وقع ليا لابيس تلفتها في هذا باش نعيط لشي حاجه عندي النمره ديال المغرب. لابيس ديالي تلفتها، دابا عاد نمشي عند بويك نطلب لابيس وحده اخرى بنفس النمره، ما عرفتش كيفاش تلفات ليا في المغرب. مشيت عرفتي شنو وليت كندير؟ كنمشي كندفع يانيس واحد جوج متر ولا ثلاثه متر، وكنرجع كندفع الباكاج. وخبطه نقول لكم كثر من 15 دقيقه ولا 20 دقيقه وانت كتمشي على رجلك غير باش توصلي. هذا الا كنتي بوحدك، وما الا كنتي كديريها الي وروتور راه تولي ساعه المكانه. هي هذيك قلت لكم ساعه ونص اللي بقيت لداخل كندفع يانيس، وكنرجع عاوتاني نجيب شاريو عاوتاني ندفع يانيس، نوصلو شويه عاوتاني نجي نوصل شاريو حدا يانيس، عاوتاني ندفع يانيس ونجي نوصل شاريو حتى حدا يانيس. ما خرجش، علاش قلت لكم ما قدرت لا نصور لوتي. خرجت تحت قال لي عبد الرحيم مالك على هاد الحاله؟ شوفوا جا كيداير. قلت له راك غادي نبعد. قال لي كنت سمحتي بداك الباكاج بناقص، خليه تما تنشوفوا كيفاش نديرو، ندخلو نجيبو ندومونديهم ولا نشوف كيفاش ندير. خرجت لا كتفي لا رجلي، طلعت الطوموبيل بعداك حيدت البوط حيدتك جايه حفيانه، اقسم بالله البارح بالليل الا طلعت لدار حفيانه، رجلي تنفخوا عليا. زعما كدوزت واحد التمارة الله يجعلها مغفرة الذنوب وصافي عليها. كنبارطاجي معاكم هادشي، شي وحدة لها تسافر هكا بالوليد يكون عندك الباكاج، يعني راه لح يعني خاص شنو نقول لك، خاصك الصبر. ايوا اقسم بالله، بالخصوص لما لقيتي شكون يعاونك فحالي انا البارح، والله العظيم يا اختي لا خاصك الصبر. ايوا ولا قطعي غير 10 كيلو، يعني ما تقطعي لا باكاج لا حتى شي حاجه لا هكا لا شي وحده غادي تمشي. ولا الا كنتي غاده بوحدك ولا معك راجلك ولا شي حاجه، راه واحد يدفع الكروسه واحد يدفع الباكاج، يعني كيكون شويه ديال العوين.
ايوا هادشي اللي وقع في الاخر. ولادي كيهضروا معايا ما قداش نهضر على النكت، ولادي سلموا عليا، بقيت كلمه مصدومه وخاصني غير نجلس. بقيت كنرتاح شويه، عاد انا مشينا جايين ولادي كيهضروا معايا في الطريق اللسان باش نهضر، اقسم بالله ما عندي كنهضر بحال شي وحده. قال لي مالك عبد الرحيم، مالك على هاد الحاله؟ اويلي مالك جايه من المغرب هكا؟ ما قلت له هادشي وقع ليا غير في المطار، هاد التمارك حلال اللي دوزتها هادشي اللي وقع لي. ايوا الحمد لله، حتى نص الطريق شربت واحد كوكا هكا كوكضاتني، عاده وليت كنهضر. عاد رجعت فيا الروح، جا عبد الرحيم خربق لنا العشاء، عارفين ان انا هنايا داك الطاكوسات داك التخربيق راه ما عنديش معاهم، ماشي بحال المغرب تاكلي هكاك الشوا، كلينا الشوا، كلينا البيتزا تبارك الله. قلت له تنمشي للدار، صافي جا خربق لنا هنايا الكفته المركز داكشي اللي فخيت شلاي دا. المهم كعارفين الماكله ديال الخفن زربان، طحت كاو الصباح صباحه الظهر باش نقعدو مقرده الكتاف مقردين. ايوا يا ربي الحبيب كيفاش غادي كتعرفوا، يعني الراجل كيكون في الدار هادي شهرين يعني ما غاديش يقوم بالواجبات كاملين، يعني ديال الدار الجفاف والميناج كتعرفوا يعني الغبره هزاها هكا. ولكن مسكين هو راه معذور، كان قابل ولادو يدي يجيب للمدرسه، خدمته كان كيمشي للدار الاخرى كيقابل، يعني عاد خاصني اليوم والله ما نقدر ندير حتى شي حاجه داري باش نقعدو ما كاينش. هادي تماره اللي دوزتها في الطريق، تماره كحله اقسم بالله دوزتها، نرتاح هاد النهار هذا عاد نبالي عاوتاني بهاد الدار. المهم الكويدات وصلنا الحمد لله، واخا التماره حنا وصلنا دابا على خير، غادي نرجعوا الروتينات ديالنا، لي فلوغ ديالنا، هو رمضان ان شاء الله غادي نبدا نوجد السيمانه. خاصني بعدا نمشي اختي الكرون فخي قبل ما يطبوا لينا اختي اللوز. اخوتي الناس دبلوا، خليونا شويه ديال اللوز شويه ديال الجو، واخا جايبه معايا جنجلان وداكشي، ولكن ضروري خاصني ناخذ حيت ما كيكفانيش كندير كونتيتي كندوق الناس وداكشي، وخاصني اللوز كناخذ يعني بكميه كثيره بخصوص كيكون برومو هكا، يعني استغلوا الفرصه. المهم الكبيدات هادشي اللي كاين، يلا تهلاو ليا فراسكم. درت واحد الغدا واحد الطويجن هكاك يعني خربقتو هكا نتغداو به. ايوا هادشي اللي كاين الكبيدات، تهلاو ليا فراسكم، تسناوني ان شاء الله في الفيديو اليوم. غادي نحط لكم جو، نحط لكم هذا ونحط لكم الفيديو ديال شاين فيه حويجات واعرين 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 ان شاء الله. يلا تسناوني في الليل.